شروق تقول تزوجت وأنا صغيرة وبلا هوية، والآن هويتي تتكون وزوجي لا يقبل هذا ويعتبره تمرد. طبعا معناها أنه أنت لما تزوجتي كانت أنوثتك عالية جدا، ويمكن الآن صار عندك نوع من الإدراك أنه لازم تصححين الواقع اللي أنت فيه، وبالتالي بدأت تنتبهين وأنا لازم أصنع هويتي، لازم أسوي لي خطة، لازم أسوي لي أهداف. متوقع أنه رجل يعني تعاش سنوات طويلة وأنت في صيغة الأنوثة كثير عالية، متوقع أنه في المقابل راح يكون في ارتفاع في الذكورة. يعني زي ما قلنا الفعل وردة الفعل طوال الوقت لما يكون في أزمة ذكورة في أزمة أنوثة، فهذه النتيجة الطبيعية. لكن المفترض مع الوقت ان الامر يتصحح، بمعنى انه مثلا لما انا اتغير المفترض الطرف الثاني يتغير تلقائيا معي. ممكن مرات يصل الطرف الاخر الى انه هو يصر على انه لا يقبل التغيير، وممكن يخرب الحياة الزوجية عشان الطرف الاخر تغير. يعني في شخص مثلا يقول لك لا انا ما اقبل انه، أو سيدة تقول ما أقبل أن زوجي تغير بهذه الطريقة، خلاص أنا أبغى أنهي هذه العلاقة. أو رجل يقول لا أنا ما أقبل أن زوجتي صار عندها أهداف، لا خلاص أنا أبغى أنهي هذه العلاقة. لكن أنا أشوف أنه في الغالب هو راح قد ما أقول يتغير، لكن ينسجم مع الطاقة، وهي ترى الطاقة تلقائيا تتغير. يعني حتى مرات تشوفينها مثلا رجل صار مستهتر غير مسؤول ونام، أوكي في عامل يحتاج أحد يتابع وراء نام، وش اللي يصير تلقائيا المرأة تقوم تكمل الشغل مع العامل، صح ولا لا؟ وممكن مثلا لا يكون في مثلا تسريب في البيت وموية وتحتاج طقطقة وتحتاج جسد مادي، والرجال نايم ويقول ما لي دخل، دوروا لكم أحد، كلموا خوالكم يجون يصلحون. تقوم المرأة وتطقطق، الطقطق تجيب الشاكوش وتجيب المسمار وتجيب الدريل وتشتغل ماديا. فممكن حد سأل يقول انت وين تعلمتي وش السالفة؟ قلت لا والله بس لقيت الرجال نايم اضطريت اني اقوم. تقول اه وشو يعني هي تغيرت؟ هي لو تسألها تقول لا انا ما تغير بس اضطرتني الحياة، فخلاص بكمل الموضوع والموية تسرب والدنيا محيوسة ومعفوسة. فهذه هي كيف انه مرات الطاقة لازم تشتغل بطريقة معينة. يعني الأنوثة والذكورة في البيت لازم تشتغل، في النهاية لازم في أحد كذا. فلما واحد يمسك هذا الزاوية لازم الثاني يمسك الزاوية الثانية حتى تحصل طاقة الخلق وتكتمل الأمور تتسلسل الحياة. لذلك في الغالب لما المرأة تصر على أهدافها، خلنا نقول ما يحتاج حرب لكنها يعني تمشي في طريق أهدافها، في الغالب الرجل في النهاية يقبل بهذا الشيء. يعني صعب في البداية، يشعر بغربة، يشعر بأنه الموضوع مو طبيعي، يشعر أنه أوه واو الدكتورة سمية خربتها، مين اللي خربها، خلني أدور مين خربها عشان أفتري فيه. بعدين خلاص مع الوقت يكتشف أنه خلاص هذه زوجتك وهي تغيرت وهي قررت أنها تمسك أهدافها، ينسجم مع القصة في الغالب، فيتأثر شوية بعدين ينسجم. أماني تقول اليوم إجل عندنا عميل بالشغل ومن غير المعتاد ارتبكت من هالرجل، ليش؟ والله في احتمالات كثيرة، لكن إذا تبغين نتكلم عن احتمالاتها فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة، مرات لما يكون فيه شخص تتطابق الطاقتين مع بعض كذكورة وأنوثة يكون فيها هالشعور انه مين هالشخص هذا، مين ايش القصة اللي صايرة هنا. مرات يكون هذول الاشخاص ممكن يذكرونك بذكورة احد قد يكون في طفولتك مثلا، يمكن عندك ذكر كذا كان متوحش او كذا، فلما جاء هو ذكرك بالطاقة مو بالشخص، فبالتالي صارت هذه الربكة. مرات يكون احنا عندنا روابط كأنثى، عندها روابط قد تكون اشتراطات مثلا في الزوج، اشتراطات في
علاقات، اشتراطات في المستقبل لشكل الزوج اللي هي تعتقد انه هو ملائم او مناسب او كذا. فبالتالي يتجلى هذا الشخص وعنده هالطاقة هذه وعنده بعض الإشارات، بالتالي يحصل ربكة، لأنه كل هالأشياء اللي أنت رابطتها كل هالسنوات كأنها فجأة كذا حضرت أو انتبهت. فهذه الاحتمالات اللي متعلقة فينا، وللاحتمالات الكثيرة لا تنتهي. يعني ممكن في احتماليات على مستوى الروح، ممكن في احتماليات على مستوى المشاعر، على مستوى الفكر، على مستوى الطفولة. إيمان حبيبتي تقول: دكتورة أحس هرمون الذكورة مرتفع، صوتي عالي وما في ضعف فيني قوة، وأحيانا ما أرحم، أوقات عكس كذا. أول شيء خلينا نتفق أنه إحنا ما نتكلم عن هرمون. ممكن في النهاية يكون الهرمون متأثر، بس إحنا ما نتكلم عن قصة هرمونات، إحنا نتكلم عن طاقة الأنوثة والذكورة. والطاقة هذه هي سلسلة من الأشياء، فيها ماديات، فيها فكريات، فيها مشاعر، فيها حتى الأكل. حتى الأكل يعني طاقة الذكورة تميل إلى اللحم الأحمر مثلا، وطاقة الأنوثة تميل إلى شيء آخر. فطاقة الذكورة تميل إلى الملح، طاقة الأنوثة تميل إلى السكر. ففيه سلسلة من الأشياء، هاي طاقة كاملة، سلسلة من الأشياء. فإحنا ما نتكلم فقط عن هرمون موجود في الجسم ينحسب كذا، تقدر تحسبه في المستشفى بأداة معينة، لا إحنا ما نتكلم عن هذا الموضوع. أما من ناحية الصوت العالي، أعلى صوت، أعلى واحد، أعلى صوت، أعلى صوت هو أنثوي. سوري، أعلى صوت يعني اللي تصرخ أقوى شيء، أقوى صرخة في الحياة، أقوى شيء هي أنوثة، أقوى شيء هي أنوثة. الرجل عنده صوت عالي، بس في صوت أعلى، في صوت أعلى كذا، يعني لما تعصب خلاص ويعني تصرخ وتجمع كل الجيران. هي المرأة، هي صوتها أعلى. فإذا يعني أتوقع المعلمات يصرخون أكثر من المعلمين، أصواتهم أعلى. فما هذه، ما هي إشارة ذكورة، إشارة أنوثة، صراخ صوت العالي. طيب فيني مرات ضعف، فيني قوة، أحيانا ما أرحم، أوقات عكس كذا. أعتقد أنك أنت مو عارفة نفسك، مو عارفة أنت يعني هل أنت أنوثتك أكثر ولا ذكورتك أكثر، هل هي متوازنة ولا لا. فأعتقد من فرصة هذا الشهر أنك تحطين النية، فرصة أنك تسوين الاختبار موجود عندنا في سلستي الوعي الأنثوي، فرصة أنك أنت تمرين على السلوكيات، على المشاعر، على الأكل، عشان تشوفين إيش الشيء اللي المفروض أنك أنت تعدلينه وضبطينه. صوت الملاهي بالضبط. جوي تقول: ليش طفلي الداخلي يفسر أي تواصل من رجل أو سؤال أو أي سلوك بسيط على أنه حب ويتعلق، بينما البالغ يصارع؟ أنوثة عالية، أنوثة عالية. هذه الأنثى يعني اللي يعني تنتظر الهفة كذا، الإشارة تطيح على طول، تسيح، تذوب. تذوب على طول، هذه أنوثة عالية، تذوب وتتعلق، ومتى يكلم، متى يتصل، شكله خق، شكله ضاع، شكله، وهو يمكن ما جاء خبرها، ويمكن جاي خبرها ما أعرف. بس إنها يعني أي إشارة بسيطة كذا يعني تسوي لها زوبعة في الحياة، تسوي لها تأثير كبير. لكن لما كل ما أصبحت المرأة عندها توازن في الأنوثة والذكورة، كل ما استطاعت إنها تعرف هي وش تبغى. لا، مو يقول حبيبتي، يأشر، يغمز، يطلب سناب، يطلب الجوال، كل مو مهم، هي عارفة وش تبغى. لما تبغى اللي تبغى تلقى اللي تبغى، لما تعرف اللي تبغى تلقى اللي تبغى. هذه الأنثى المتوازنة، بالتالي عندها أنوثتها وتحترم أنوثتها وتبحث عن الرجل المناسب، لكن هي عارفة هذه الأنثى ماذا تريد. تالي كلمة تروح، كلمة تجي، إشارة تروح، إشارة تجي،
شنطة شانيل تروح شنطة شانيل كله مو مهم، هي عارفة وش تبغى. ففي اللحظة اللي هي تلقط الإشارة اللي تناسبها وتبغى تتفاعل معاه بس. أما كل الإشارات السابقة هي بالنسبة لها يعني كذا يعني مر تمر مرور الكرام، ما لها أي معنى ولا لها أي تأثير عليها. وبرضه ما ننكر قد يكون مرات الطفولة اللي مريتي فيها، قسوة الرجال اللي كانوا حولك، قسوة طاقة الذكورة اللي مريتي فيها، تجعل مرات أي شيء يأتي من الرجل حتى لو كان شيء يعني تافه يخليك كذا يعني تحسين إنه واو انتعاش وشيء خطير وشيء مهم. قد يكون أيضا هذا قادم من الطفولة، لكن في الغالب في يعني عدم توازن في طاقة الأنوثة والذكورة. وأقترح عليك إنك تحضرين سلستيا، راح تساعد كثير.